قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود: لا عقر في الإسلام، كانوا يذبحون لا للميت وإنما يذبحون بقرة أو بهيمة باعتبار أن هذا الميت من الكرماء في الدنيا، فيذبحونها حتى تأكلها الطير والسباع. فجاء الإسلام فقال: لا عقر في الإسلام. قال المناوي رحمه الله كما في فيض القدير: ومثل هذا التصدق في المقابر. بل نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن إخراج الصدقة مع الميت حينما يشيع بدعة. إذن ما يفعل في هذا الزمن من توزيع المياه في المقابر هذا ليس من شرع الله، وهذا من البدع. كانوا فيما مضى يوزعون بالكراتين، أما الآن فتوسع الحال وإذا بهم يدخلون السيارات العظام، يقولون: نحن نريد أن نسقي المشيعين لحرارة الشمس. فنقول لهم: أين حرارة الشمس؟ وأين الظمأ الذي يوجد في الشتاء القارس الشديد؟ وفي الغالب أن الإنسان لا يشرب ماء في الشتاء، فلماذا تأتون بهذه المياه في الشتاء في المقابر؟ ما أردتم إلا الصدقة، والصدقة في المقابر أو أي عبادة، خذها أي عبادة لم يأتي الشرع بها، أي عبادة تجعل لله خالصة لوجه الله، فإنه لا يجوز أن تفعل في المقابر. كل هذا من أجل ألا تكون تلك العبادة في مستقبل الأمر أن تكون لأهل القبور. هي فعلت لله عند المقبرة، في المستقبل يتوسع الناس ويعظم الجهل، وإذا بهم يصرفون هذه العبادة لغير الله عز وجل. فتنبه رعاك الله. وليعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله كما أسلفت لما قال: يحرم أن يخرج الإنسان بصدقة مع الميت، أو النهي عن التصدق بالمياه في المقابر، من أجل ماذا؟ الخشية من الوقوع في الشرك. ولتعلموا أن أول، خذها، الشيطان مع العبد له سبع عقبات. أول ما يبدأ الشيطان في إضلال بني آدم بالشرك، أول ما يبدأ معه، ولذلك يزينه. فإن وقع في الشرك هنا سعد الشيطان. إن لم يستطع الشيطان أن يوقع ابن آدم في الشرك أتى إليه بالعقبة الثانية وهي البدعة. فلربما تصدق بمياه في هذه الأزمان، غدا أو بعد غد يؤتى بفواكه، يؤتى بلحوم، يؤتى بأطعمة، يؤتى بأنواع الأشربة. فالحذر الحذر.